بسم الله الرحمن الرحيم. هناخد يا ولاد أولى دروس الوحدة الأخيرة في منهج رياضيات الصف السادس، مساحة متوازي المستطيلات. اسمه إيه حبايبي؟ متوازي المستطيلات مش متوازي الأضلاع. متوازي الأضلاع كان شكل هندسي ثنائي الأبعاد، إنما متوازي المستطيلات زي ما أنتوا شايفين كأنه علبة مناديل أهو، هو شكل ثلاثي الأبعاد. طب لو بابا وماما سألوك ليه ثلاثي الأبعاد؟ لأن له طول، شايفين السبعة سنتي دي؟ ده الطول بتاعها. شايفين الأربعة سنتي دي اللي راحة كده بالعرض؟ أهي دي العرض. أمال الارتفاع من تحت لفوق التلاتة سنتي، وكلمة الارتفاع يعني بالبلدي العلو من الأرض للسقف، يبقى ده طول، ده عرض، ده ارتفاع، هو شكل ثلاثي الأبعاد. طب عنده كام وجه؟ 6 أوجه مستطيلة. الوجه الأخضر ده مستطيل، واللي قصاده هناك من ورا مستطيل، اللبني مستطيل واللي قصاده مستطيل، البمبة اللي فوق ده مستطيل، والأرضية مستطيلة زي الأوضة اللي أنت قاعد فيها. 6 حيطان، 6 أوجه بالسقف والأرض. طيب إزاي نجيب مساحة أي شكل ثلاثي الأبعاد؟ اسمها بالإنجليش اس ايه، مساحة السطح. نجيب مجموع مساحات جميع الأوجه. العلبة دي لو علبة مناديل كرتون وفكتها وفردتها واشتلت اللزق بتاعها هيطلع لي كام وجه؟ 6 أوجه زي ما انتوا شايفين، 1 2 3 4 5 6. اللون اللبني دول وجهين قد بعض، واللون ده وجهين قد بعض، واللون الأخضر وجهين قد بعض. يقوم يجي ولد ذكي يقول لي مستر مش الاخضر ده وجهين قد بعض؟ اقول له اه. يقول لي طب ما نجيب مساحة واحدة ونضربها في اتنين، واللون الاحمر ده نجيب مساحة واحدة ونضربها في اتنين، واللون الازرق نجيب مساحة واحدة ونضربها في اتنين. كلام جميل جدا، يعني نضرب الطول في العرض، دي مساحة قاعدة، واضربها في اتنين، يبقى انت كده جبت اول وجهين، العرض في الارتفاع واضربها في اتنين، يبقى دول وجهين تانيين، الطول في الارتفاع واضربها في اتنين، يبقى دول الوجهين التالتين، وجهين وجهين وجهين، يبقوا 6 أوجه. طب لو جالك قال لك اكتبها لي بالرموز، على فكرة يا ولاد السطر الأخير ده مهم، لو قال لك قول لي مساحة متوازي المستطيلات بالرموز، المساحة بتاع السطح اسمها بالإنجليش اس ايه، الال اريا يعني المساحة، 2 ال دبليو يعني مين؟ اللينس في الويتس يعني الطول في العرض مكرر مرتين، زائد 2 دبليو اتش يعني الويتس في الهاي، الهاي اللي هو الارتفاع يعني العرض في الارتفاع، 2 الطول في الارتفاع يعني اللينس في الهاي. ده اسمه ايه يا جماعة اللي انا كاتبه ده؟ ده المساحة بس بالتعبير الرياضي. يعني ايه بالتعبير الرياضي يا جماعة؟ يعني بالرموز، يعني بالرموز بتاعتها. يلا مع بعض نشوف المسائل يا ولاد بتتحل ازاي بتاعت متوازي المستطيلات. اول مسألة هي اوجد مساحة سطح متوازي المستطيلات. اقول له استنى ما اعرفش اجيبها. يقول لي ليه؟ اقول له لازم اطلع الاول 3 معلومات، الطول بكام والعرض بكام والارتفاع بكام. فين الطول يا جماعة؟ من هنا لهنا يبقى 9 سنتي. فين العرض؟ من هنا لهنا الخط المايل يبقى 6 سنتي. فين الارتفاع العلوي يا ولاد؟ يبقى 5 سنتي. اللي يجيب التلاتة دول من الرسم نقول له الباقي سهل ما تخافش. يلا يا ولاد هنحل ازاي ونعمل المسألة ازاي؟ زي ما اتفقنا، هناخد مرة الطول مع العرض نضربهم في بعض في سندويتش، ونضربهم كمان في 2. طب ادينا كده يا مستر الطريقة، الطول مرة مع العرض واضرب في 2، العرض مع الارتفاع واضرب في 2، الطول مع الارتفاع واضرب في 2، يبقى انت جبت مين؟ مساحة الأوجه الستة. طب ورينا الطريقة كده، يلا يلا نعمل الطريقة. هنضرب الأول مين؟ 9 في 6 أهي، ونضربها في 2 ونعمل علامة زائد، يبقى أنا خدت 9 مع 6. طيب وبعدين هتاخد مين يا مستر؟ هاخد 6 مع 5، 6 في 5 ونضربها في 2. لو حد سألك ليه بتضرب في 2؟ علشان كل وش مكرر مرتين، يبقى أنا خدت 9 مع 6 وضربت في 2، 6 مع 5 وضربت في 2. طب الحالة التالتة، اللي فوق مع اللي تحت،
التسعة في الخمسة وهنضربها في اتنين، ادي مين الطريقة. طب يلا نعمل ايه؟ نجيب الاجابات دلوقتي. اعمل ايه؟ هضرب كل واحدة مع بعضها. الاولانية كام؟ اتنين في ستة في تسعة، اتنين في ستة باتناشر، اتناشر في تسعة بمية وتمانية، ادي اجابة المساحتين الاولانيين. اتنين في خمسة بعشرة، عشرة في ستة بستين، اتنين في خمسة بعشرة، عشرة في تسعة بتسعين. يبقى انا عملت ايه؟ جبت التلات اجابات، اجمعهم هيطلع لي 258. طب التمييز ايه يا مستر؟ طالما مساحة يا ولاد يبقى سنتي متر مربع. طب ليه مش متر مربع؟ لان المسألة بالسنتي. طب افرض بالمتر يبقى متر مربع بس. خلاص خدت ايه السطرين دول؟ طب واحدة كمان قدامنا، مين؟ متوازي مستطيلات. فين طوله الكبير اللي من تحت 10؟ فين عرضه 8؟ فين الارتفاع العلوي ده؟ طب ده مش موجود، ما هو موجود هناك اهو 3. يبقى الطول 10 بالمتر، والعرض 8 بالمتر، والارتفاع 3 بالمتر. طب ازاي نجيب المساحة؟ عملية السندوتشات. طب يا مستر حامد، ينفع اعمل القوس كده 3 مرات واضرب هنا 3 اعداد وثلاث اعداد وثلاث اعدااد؟ ايوه اهو، الاول مع الثاني. يبقى هنضرب مين؟ 10 في 8، وخلي الاثنين معاهم المره دي مش هتفرق. يلا خدت ال10 مع ال8، ناخد مين؟ ال8 مع ال3، 8 في 3 واضرب في 2. فاضل مين؟ ال10 اللي فوق مع ال3، 10 في 3 واضرب في 2. طب لو حد سألك هو ليه المستر ضرب الطول في العرض اللي هي ال10 في 8؟ لأن مساحة المستطيل قانونها الطول في العرض يا ولاد. طب لما أجي للوش ده يبقى ال10 مع ال3، فهمتوا قصدي؟ طب لما أروح للوش اللي هناك يبقى ال8 مع ال3. طب ليه بنضرب في 2؟ لأن كل وش، كل وجه مكرر مرتين. يلا نجيب مين الإجابات؟ 2 في 8 ب 16، في 10 يبقى 160، ادي مساحة وجهين. 2 في 3 في 6، 6 في 8 ب 48، ادي وجهين اخرين. 2 في 3 ب 6، 6 في 10 ب 60، واجمع الثلاث اعداد هتطلع الاجابة 268. طب المرة اللي فاتت مستر حامد كتب ايه؟ سنتي متر مربع، علشان الابعاد كانت بالسنتي. متري متري متر، يبقى الإجابة متر مربع بس. خلاص أدي مساحة متوازي المستطيلات، ده مع ده واضرب في 2، ده مع ده واضرب في 2، الأول مع الأخير واضرب في 2، واجمع الثلاث أطباق. تعالى نشوف المسألة دي الله مع بعض كده. المرة دي جايب لي شكل، طب بيقول لي الشكل ده يسمى إيه وأبعاده كام وكام وكام؟ أقول له بص كده معايا الأبعاد، نبص على الرسم. طب الشكل ده إيه؟ مفكك يا ولاد، ده كان علبة كرتون زي علبة المناديل الورق، والراجل فريدها، بقوا كام وجه؟ 1 2 3 4 5 6. طب الشكل ده طالما اتفرد يبقى يا إيه يا إيه؟ يا إما متوازي مستطيلات يا إما مكعب. طب أعرف إزاي؟ لو الأبعاد كلها متشابهة يبقى مكعب يا ولاد، يعني لو ده 3 وده 3 وده 3 وده 3 يبقى مكعب. طب ده 3 وده 2 وفي 4، يبقى ده ايه؟ متوازي مستطيلات. طب مين الابعاد الثلاثة بدون ترتيب بقى؟ 1 4 و1 3 و1 2. طب لو انا بدلتهم مفيش مشكلة، طب ازاي نجيب مساحة السطح زي ما اتعلمنا؟ طب اسم الشكل ايه يا مستر حامد عشان نجاوب الحتة دي؟ متوازي مستطيلات. طب ليه؟ لأن الأبعاد الثلاثة مختلفة. نعمل طريقة مين؟ السندوتشات. أدي كام سندوتش وكم طبق؟ 3 أطباق. فين الثلاث أبعاد اللي هشتغل عليهم؟ أدي 1، أدي 2، أدي 3. ناخد الأول مع الثاني، عملية ضرب 4 في 3، يعني الطول في العرض ونضرب في 2 علشان هم وجهين. خدت الأربعة مع الثلاثة، ناخد الاثنين في 3 ونضرب في 2. فاضل لي مين الأولى مع الأخيرة؟ 4 في 2، وأوعى تنسى تضرب في 2. بقوا كام طبق؟ 3 أطباق. نجيب الإجابات. 2 في 3 ب 6 يا مريم، 6 في 4 ب 24، 2 في 3 ب 6، 6 في 2 ب 12. تمام. اللي بعدها
كام يا ولاد؟ 2 في 2 ب 4، 4 في 4 ب 16. تمام، يبقى كده مين؟ الأبعاد الثلاثة والقيم الثلاثة، 24 و12 وكمان 16، هنجمعهم يطلعوا 52. طب التمييز ايه يا مستر؟ بص في المسألة هتلاقي كله سنتي سنتي سنتي، يبقى علشان مساحة سنتي مربع، يبقى الإجابة النهائية اللي الراجل عايزها 52 سنتي متر مربع. يجي الفكرة في مسألة لفظية، غالبا ما يتم تغليف أدوات الفضاء بطبقة عازلة متعددة الطبقات عشان تعكس أشعة الشمس، تعرف تجيب لي أقل مساحة علشان نغلف متوازي المستطيلات، وراح عم عاطلك طوله وعاطلك عرضه وعاطلك ارتفاعه، يبقى الراجل كده ما حرمناش من حاجة. الطول 5 بالمتر والعرض 5 بالمتر والارتفاع 3 بالمتر. يقوم يجي ولد يقول لي استنى يا مستر ملاحظة، معلش. ايه يا حبيبي؟ يقول لي انا ملاحظ ان دي قد دي. ازاي يا مستر؟ اقول له ما هو في متوازي مستطيلات قاعدته مربعة. يقول لي زي مين؟ اقول له عارف التلاجة اللي عندكم في البيت؟ يقول لي اه. اقول له لما بتفتح الباب بيبقى على شكل ايه؟ يقول لي باب التلاجة مستطيل، والجنب والظهر واليمين والشمال مستطيل، لكن السقف بتاع التلاجة ماله؟ مربع. قعدة التلاجة مالها؟ مربعة. طب ايه كمان يا مستر؟ صفيحة الجبنة هتلاقيها ايه؟ قاعدتها مربعة. يبقى دي امثلة للقاعدة المربعة، يبقى ممكن الاقي متوازي مستطيلات اه الارتفاع مختلف ولكن القاعدة مربعة. طب ازاي نجيب اقل مساحة؟ يعني نجيب مساحة متوازي المستطيلات، يعني نعمل مين؟ الثلاث سندوتشات اللي بينهم علامة مين؟ زائد، وتمشي بنفس الطريقة، الأول في الثاني، الطول في العرض، واوعى تنسى تضرب فيه 2، الثاني مع الثالث، يبقى 5 في 3، واوعى تنسى تضرب فيه 2، فاضل لي مين؟ الخمسة دي مع الأخيرة، 5 في 3، واوعى تنسى تضرب فيه 2، 2 في 5 ب 10، في 5 ب 50، 2 في 3 ب 6، في 5 ب 30، 2 في 3 ب 6، ب 5 ب 30، اجمع دول 60 وكمان 50، يبقى الإجابة 110. طب التمييز دي متر ودي متر كله بالمتر، يبقى المساحة متر مربع يا ولاد. جميل جدا كده، خلص درسنا درس مين؟ مساحة متوازي المستطيلات، ازاي نجيبه رياضيا بالقانون في وجود الأبعاد الثلاثة طول وعرض وارتفاع. يا رب الدرس يكون سهل وبسيط يا أولاد.